عبر الهاتف شذي، اهلا وسهلا، مرحبا بك معنا في هنا تونس مره اخرى. عندي لك سؤال مباشر فقط، باش نعطيك الفرصه بانك تعبر على رايك. كنا نقراه في الستاتيو اللي كتبته البارح، رينا فيه برشا الم. تقول انت في الاخر حره وبريئه اخيرا بعد مظلمه لا يتسع قلب ولا عقل لتحملها. شنو الرساله اللي تحب تبعثها شذي لكل من ساهم في هرسلتك وتشويهك طيله سنتين كما قلت انت؟ أهلا بكم وأهلا بكافة السادة مستمعي إذاعة ديوان الفن. بعد قرار قاضي تحقيق ختم الأبحاث البارحة وحفظ التهم في شأني، يعني حسيت يعني انتهاء فترة من الظلم والقهر كبيرة برشا. ما نلزمش نلقى حتى الكلمات اللي تنجم تحتوي حجم الألم اللي عشته في الفترة هيك الكل، معناتها في ظل عدم قدرتي على الرد على كل ما يروج من تشويه بشأني في الفترة هذه كل عامين كاملين مش شوية. اخترت يعني رغم طول المدة زادة وقتها الالتزام باحترام سرية التحقيق واحترام مؤسسات الدولة. دخلت في فترة بطالة لمدة عامين ما نخدمش، وصلت ما نجمش نحرك ايدي حتى باش نجم نكتب، وصلت ما نجمش نقف حتى على رجلي باش نتحرك. كان معناتها وضعية الصحية تتطلب المتابعة الدقيقة وباش نعدي ونستعمل أدوية وكل شيء، ما كنتش نجم نتحصل على رعاية صحية لازمة. كنت نخدم على وقع الأخبار 24/24 صحفية محترفة نحترم القانون، ندعو زملائي باش يحترموا القانون يحترموا أخلاقيات المهنة، وهما شهدوا بشيء هذا موجود. دخلت في عزلة بين ليلة ونهار، وليت معزولة على العالم وعلى البلاد بكل ما يصير فيها، ما سمعت حتى أخبار ما تبعت حتى شيء، وكله عشت شعور كبير بالإحساس بالقهر والعجز على الدفاع عن نفس الآني. ما أنت كامل يتقال ويتقال ويتقال على شذاب الحجم بارك بيدها، يعني رغم اللي الشركة تخد شغل أكثر من 20 صحافي لكن استهدفوني آني بالذات، رغم اللي ما أنت الشهادات الكل تؤكد التزام بالقانون، ورغم اللي دافعت على نفسي أمام القضاء بالتزام بالقانون واحترام بالقانون احترام القانون إلى حد اللحظة الآن. ما أنت ما عندي حتى مشكلة مع القانون في الدولة التونسية، فهمتني؟ الحمد لله وكهو. واضح كان خليفة عندك متفاعل مع شذا، هي ليها نقولها ربي يعوضك على صبرك. وزميلتي بالعكس، عودي معناتها بكل جرأتك الصحفية، وعودي معناتها بكل قوتك. القضاء برئك، الناس اللي يقولوا كلام معناتها في فترة مفترات يتحملوا مسؤوليتهم، أما عودي إلى عملك. أنت بيننا معناتها زميلة موقرة ومحترمة وفي مكانك الطبيعي. الغالب مخاطر المهنة الصحفية متاعنا راهو كما جندي في الحدود ينجم يصاب، كما أمني والله يرحم الأمن متاع البارح ينجم يستهدف، كما راهو صحافي زاد جندي في معركة الحقيقة ومعرفة الحقيقة ينجم يستهدف ونجم يصير هذا. لن يسوءك ذلك، برأيك القضاء مرحبا بك في صاحبة الجلالة، أنت على روسنا الكل، وأرجع أخدم على روحك وكلنا زملائك وكلنا معاك، وأنسي العامين هذونا اعتبرهم تجربة، وتنجم تكون جزء زادة من المواضيع اللي تكتب فيها زمين. وأنا نقترح عليك اكتبهم، اكتبهم تو تتخلص منهم، اكتبهم تجربة العامين هذونا اللي عديتهم والضغط اللي عديته، اكتبوا تجربة صحفي معناتها تحت رحمة القضاء معناتها ينتظر التبرئة متاعه، اكتبوا نص تو زميلتي تتخلص منها. مرحبا بك مره اخرى، شكرا مبروك اللي رجعت بينا وانت بعمري قدرتنا. حبيت نقول لك اللي رغم التشويه هذاك واللي صار معناتها اللي ضعفنا نفسانيا وكل شيء، معناتها قعدت على نفس المبادئ، يعني احترام القانون واحترام الناس، حتى اللي قامت بتشويه ما رديتش عليها، ما تمسكت اخر لحظه باحترام القانون احترام القضاء، وقلت ما سقطتش الامل، قلت اكيد هناك بصيص نور في الاخير واكيد عداله ستنصفني لتاكدي معناتها اللي اني دفعت على الحق ودفعت على القانون امام زملائي بشهادة زملائي بشهادة كل من عمل معي. ما عنديش علاش باش نخاف، ما نحبوا شوهوا خلي شوهوا كما يحبوا، فما قانون وهناك قضاء املي فيه ان ينصفني، هذاك هو بصيص الامل اللي تشبث به، وقعدت محترم القضاء ومؤسسة الدولة حتى تاخذني هي تنصفني هي وتعطيني هي حقوقي.
لا أكثر ولا أقل. والحمد لله. شكرا لك شذي حاجة مبارك. كل شكر لك وشكرا لكل زملاء الصحفيين معناتها في مختلف وسائل الإعلام اللي في غيابي أكدوا لي معناتها منهم نقابة الصحفيين وزملاء عاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية اللي معناتها خدمت معاهم في الميدان ويعرفوا طبيعتي ويعرفوا معناتها تمسكي بأخلاقيات المهنة ويعرفوا نزاهتي ومصداقيتي تولوا الدفاع عني معناتها ما غير ما طلبت منهم كلهم لقيتهم في غيابي دافعوا عليا أعيشهم من كل صحفي وكل صحفية أعيشهم كل ورب وفقهم واضح. شكرا لك شادي حاج مبارك.